على غرار استخدام مفردات البيئة المحلية كما أشرت، يبني هاني منسي قصته صيفة على مفردة مركزية من البيئة المحلية، حيث الطماطم التي يتركها صاحبها في الحقل فتكون مغنما للجميع، وحيث أيضا تكلفة النقل والجمع أعلى من ثمنها. توظيف البيئة المحلية هنا، أرجو أن يلتفت هاني إلى هذا الأمر، توظيف البيئة المحلية هنا إن أنا أستخدم مفردات. طبعا إن عندنا في السردية المصرية والعربية قلت إن في عشرات النصوص اللي وظفت البيئات المحلية. توظيف البيئة المحلية هنا جيد والفكرة جديرة بالالتقاط، لكن ثمت مجانية في بعض الاستخدامات اللغوية التي يجب على الكاتب الانتباه إليها. من قبيل مثلا أتذكر حال أبي المزارع البسيط وهو يبتهج بكل حماس ليأتي لنا بالخير، دي جملة إنشائية أشبه بالموضوع جملة إنشائية أشبه بموضوعات التعبير في الحقيقة، ويجب على الكاتب الالتفات إلى هذه المجانية. في كورس الاعتراف، وهي القصة التي تبدأ بها المجموعة القصصية، المجموعة القصصية بتبدأ بكورس الاعتراف ثم سنكسار، وهو عنوان مراوغ في الحقيقة، لأنك حين تبدأ حين تفتح مجموعة قصصية أو حين تمسك بمجموعة قصصية عنوانها سنكسار، فأنت على الفور تحال على هذا التراث الديني القبطي، هذه المرويات، هذه السير للرسل والقديسين، وحين أيضا تدخل إلى فضاءات المجموعة فتجد هذه الجملة السردية الدالة في اللحظة التي تشير فيها بسبابتك لتدين أحدهم، هناك ثلاثة أصابع تشير إليه، من كان منكم بلا خطيئة فليرميها بحذر. إذن أنت أمام استعادة طيلة الوقت للتراث القبطي في تجلياته الأكثر نصاعة في الحقيقة، في استعادته لفكرة المحبة، لقيمة التسامح، وهي من القيم المركزية التي يتأسس عليها هذا التراث العظيم. إذن هذه، لكن أنت أمام مجموعة تبدأ باستنكسار على العنوان، ثم القصة الأولى كورس الاعتراف، وبعدها القصة الثانية سنكسار. في كورس الاعتراف ستحال وستبادر إلى ذهنك أيضا شيئا من التماس مع بعض ممارسات هذا التراث الديني، لكنك في الحقيقة لن تجد هذا المعنى في كورس الاعتراف. كورس الاعتراف هو عنوان مراوغ، القصة بتعتمد على فكرة لامعة في الحقيقة، أن ثمة كرسيين يوضعان في الأماكن العامة، يجلس فيهما شخصان، وكأن أحدهما يمثل عضو اليمين والآخر يمثل عضو اليسار، ناحية فيها أوراق بيضاء قلم مدلى، وناحية أخرى فيها الشكاوى وفيها الدوح وفيها الآلام التي تعتمل في صدور الناس. هذه الفكرة، وهي فكرة كما أشرت فكرة لامعة، بنت الحياة، بنت أيضا بنت التأمل. هذه الفكرة والرغبة في البوح والمراوغة في العنوان، الصناديق المعدة للشكوى، وعضو اليمين وعضو اليسار، وهي فكرة لامعة كما أشرت. سنجد أيضا في قصة الأرق ثلاث وحدات أساسية في قصة الأرق: الشابان والعجوز الشاذ المولع بالمفاتيح، غلق الباب المستمر والمتواتر من هذا العجوز يأتي تفسيره في النص. العنوان هنا ربما كان يمكن أن يكون مغايرا عن الأرق، الأرق ده عنوان شديد العنوان، أنت ممكن تلاقي مليون نص اسمه الأرق، مليون نص. العنوان هنا أنا وجدت النهاية في العنوان الأول اللي هو الكالون، الكالون يعني النص ده لو خد عنوان آخر زي الكالون، ما الكالون ورد الكالون حل على الباب، كان الكالون ده كان يبقى أكثر جمالية وأكثر أكثر تماسا مع الفكرة في الحقيقة.
في عيون الليل تتواتر أجيال متعددة في هذه القصة في مساحة كمية محددة، وهناك قفزات زمنية وإحالة على الزهايمر الذي يفقد الإنسان الفرد وجوده الأصيل. الزهايمر بالمناسبة، الزهايمر اللي هو لم تأتي نصية عليه في القصة، لأن ما فيش نصية على أن الأستاذ وجدي مصاب بالزهايمر أو يعاني الزهايمر، لكن في الحقيقة أن حينما تتأمل هذه الفكرة نفسها ستجد أنك أمام شكلين من أشكال الوجود. الوجود الأصيل، أنا أستخدم تعبيرات مارتن هايبر تحديدا، فكرة الوجود الأصيل وفكرة الوجود الذاتي. الأستاذ وجدي الذي يحيا أكثر من حياته، أو الذي ينسى ما يجب أن يتذكره ويتذكر ما يجب أن ينساه. هذه الحالة الإشكالية التي تحيلك أيضا على بطل إشكالي، ليس سلبيا وليس إيجابيا، لكنه يحب النباتات ويحبها بامتياز. في هذه القصة عيون الليل التي تعتمد على تكنيك الاسترجاعات الفلاش باك واستذكار ما حدث وتوظيف ما يسمى بالأغاني الشعبية، الأغنية الشعبية، ليس فقط الأغنية الشعبية على إطلاقها، ولكن ما يسمى بأغاني الحصاد. التراث المصري في الحقيقة تراث عظيم، وأنا ربما ويعرف، وهناك بالمناسبة في الأدب الشعري هناك ما يسمى، هناك تراث كامل جامع لما يسمى أغاني الحصاد. نعم، أغاني الحصاد. وهنا مثلا بنجد كم الأغاني التي أنتجتها القريحة الشعبية المصرية عن جني القطن، عن القمح، هذه أغاني شديدة التنوع وشديدة الخصوبة. هنا سنجد استحضارا لنصر الأغاني الشعبية، لكنها ليست الأغاني الشعبية، هي أغاني شعبية مرتبطة بالذاكرة المصرية. وربما واحد من أهم الأشياء في هذه المجموعة هي تعبيرها العميق في جانب أصيل منها عن هذه الروح المصرية، هذه الروح الولود المتجددة السمحة التي تؤمن بكل ما هو حر وإنساني ونبي. يختتم القص مجموعته بنصه يكاد يكون قتيلا، وأنا أشرت إلى تنوع العوالم في المجموعة، عوالم الحاكم في صيغ السرد. القص يختتم مجموعته بنصه يكاد يكون قتيلا، وتتصرف فيه بعض من فضاءات العالم الذي يقدمه الكاتب في بعض قصص المجموعة، وهو عالم التدريس في التربية والتعليم. سمت مدرس شاب شغوف وطموح في آل، يستكين إلى إحدى المدارس الفنية إرضاء لوالده الذي طلب منه بقائه إلى جواره.